ومعانا مين اول سؤال؟ معانا السيده ام محمد، تتفضل. الله يخليك، ازيك يا حضرة الشيخ؟ الحمد لله، فضل ونعمه. والله احنا بنحبك وبنحب ارائك كتير قوي قوي. الله يعز حضرتك ويزيدك نور وبركه. الله يخليك. انا كنت في الاول كنت بشتغل مدرسه وكان معايا ولدين. نعم. كنت باجي بقى طبعا ايه، مفيش وقت اجي اعمل الاكل واسكن لهم وكده، ما كانش فيه دلع بقى زي حضرته اللي كان قاعد مع حضرتك دول بيقولوا عليه خالص. يعني حسيت ان هم لما كبروا كده واتجوزوا وخلفوا، حسيت ان انا ما دلعتهمش زي الاطفال اللي بيتدلعوا، بس دلوقتي ولادهم انا بدلعهم اكتر منهم. انا شايف يعني ان ده شعور مش ايجابي يا حاجه ام محمد، استاذه ام محمد. انا أيوة شايف ان الشعور ده مش ايجابي. ليه مش ايجابي؟ انا بسالك سؤال، اقول لك ثلاث معايير عشان تعرفي انت دلعتيهم ولا لا. هو انا عايزه اقول لك حاجه، افتراض سيء، ان المعيار عندنا في محبه اولادنا هو ان احنا ندلعهم، ان احنا نوجد لهم كل شيء. لا، هو المعيار الحقيقي بتاع او المعيار الحقيقي بتاع اولادنا ان احنا ننشئهم تنشئه صحيحه متزنه رشيده. الحمد لله كويسين ومؤدبين وكويسين جدا. خلاص، انت كده ما انت كده انت كده ما قصرتيش في حاجه، لان انت ممكن بالمناسبه يا استاذه ام محمد، بالمناسبه حضرتك لو انك انت كنت بلغتي في اللي انت بتسميه الدلع ده، انا اسف جدا جدا. عارفه كان ايه اللي هيحصل؟ ايوه، هيحصل ببساطه خالص ان هم يطلعوا اعتماديين. ايوه، يطلعوا مش قادرين، ما عندهمش ثقه بنفسهم. أيوة. يطلعوا ما عندهمش فيجن وما عندهمش رؤيه. لا، هم الحمد لله كويسين وبيشتغلوا وعندهم ثقه بنفسهم وكويسين. اقول لك حاجه عايزاه الحقيقه، يعني انا حاسس ان اللي عند حضرتك ده قد يكون بدايه احساس بان هم تفرقوا من حوالين حضرتك وانت مش ما شبعتيش منهم. لا، احنا في بيت واحد ومتجوزين معايا. طيب، عيالهم بشيلهم ودلعهم احسن دلع. انا بتكلم على الكبار، مش بتكلم على الصغيرين. ايوه، بس انا حسيت الدلع اللي انا بديله لعيالهم دول ما خدهوش هم. لا، مش هم مهم، مش مهم في في الاولاد دلع. دلع الاحفاد، دلع الاحفاد غير التربيه اللي بيربوها لهم اهلهم. أيوة، انت ممكن تكوني بتعملي كده، وان كان نصيحتي ان انت لا تبالغي في ده، لان أيوة، الشيء ما زاد شيء عن حد الا وانقلب الى ضده. ايوه، فعشان كده ايه، واحده واحده، وكل ما تدي جرعات مناسبه لاحفادك مناسبه، ما تحاوليش تعوضي فيهم حاجه فاتتك. ليه؟ لان في الحقيقه رزق الله سبحانه وتعالى لا ينتهي. فان شاء الله انت هتهتمي بيهم ورعيهم، بس لا تبالغي بشده ولا تمنعي ابوهم وامهم من ان هم يمارسوا دورهم في تربيته. معنا مين؟ السيده ام محمد برضو، اتفضلي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي اربع اسئله لحضرتك، ويا ريت معلش ما تقفلش السكه. انا عندي لا معلش، احنا عمرنا بنقفل السكه، لكن اتفضلي حضرتك وبراحتك واهلا وسهلا. الله يبارك لك. انا كل اسبوع بكلم حضرتك وانت انسان محترم. اتفضل. بص حضرتك، انا عندي ثلاث اولاد، وبعدين انا حامل في الشهر الثاني وما كنتش اعرف في الرابع، وبعدين جوزي عاوز ينزلي اللي في بطني. اول سؤال، وتعالي معايا وانا مش مهودية، بس انا عندي خالي يقول لي اسمعي كلام جوزك، وعندي اهلي يقولوا لي لا، امي واختي وكل عيلتي يقولوا لي لا، وسالت في الدين قالوا لي حرام، وانا مش عايزه انزله عشان انا ايه، انا نفسي في بنتي يعني وكده، ما عنديش. طب السؤال هو السؤال، الطفل الجنين دوت، الجنين دوت هو عايز، هو ليه عايز ينزله؟ في اي حاجه، في خطر على صحتك؟ لا حضرتك، هو عايز ينزله عشان هو مش عايز عيال، عاوز يستكفي الثلاثه اللي عنده، ودي جات من عند ربنا. وبعدين حضرتك، انا كان عندي ايه وحش من تحت وتعالجت، وربنا اراد اللي ده يجي من عند ربنا يعني. طيب، بس بيني وبينك كده، اتفضلي. ده السؤال الاولاني، في سؤال تاني؟ في هم فاضل لك ثلاث سؤالات تانيين حضرتك. بسرعه. طيب، عندي ابني عنده 16 ونص سنه، وحضرتك معاملته وحشه، بيشوف ابوه بيعاملني نفس معامله ابوه. اجي اكلم باباه اقول له احترم نفسك وخلي ابنك يعاملني كويس، يقول لي ده كبر خلاص، ما ينفعش تشتميه، ما ينفعش تزقيه. قلت له طب يعني لما هو يرد عليا انا اسكت له؟ هجاوب على حضرتك في السؤال دوت. يكلمه بس ينولني حاجه، بيلعب ببجي. السؤال التالت، السؤال الثالث يا ام محمد. السؤال الثالث حضرتك دلوقتي، انا دلوقتي معايا ثلاث اولاد، وانا دلوقتي هو جوزي عارف
يعني بيسبني بالشتيمه ووحش واسلوبه وحش معايا، وعارف اللي انا يعني محتاجه له. انا عاوزه اقول لكل راجل عشان ست محتاجه لك تتقي الله فيها، حتى عشان انا ماليش اب ولا ماليش اخ ولا ملهاش اي حاجه تتقي الله فيها. طيب السؤال ده، السؤال الثالث، السؤال الرابع. انا دلوقتي عندي مشكله، هو مانعني ان انا اجيب علاج، ومانعني يجيب لي اي حاجه ولا يصرف عليا لحد ما انزل اللي في بطني، ودلوقتي انا عندي ظروف وعايز. طب معلش ده السؤال الرابع يا ابو محمد. عايز حد يساعدني حضرتك دلوقتي في الرد بتاع حضرتك ترد عليا، وفي نفس الوقت انا عندي مشكله بسدد ديوني، عندي 6000 جنيه بسدد. حاضر انا 1000 جنيه. حاضر يا ابو محمد جنبي. حاضر خليني بقى نجاوب على اسئلتك الاربعه. لو ما كانش في خطر على 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 عليكي، احنا نرى ان ما ينفعش ان يحصل اجهاض الا اذا كان في خطر على الام، خطر على حياه الام. فاذا كان في خطر على حياتك ينفع الكلام دوت، لكن دوت محتاج تقارير طبيه نعرف مقدار الخطر اللي عند حضرتك. الحاله الثانيه ان ابنك اللي عنده 16 سنه دي مشكلة متكررة، إيه سببها؟ إن الأم ما بتقدرش تطور أدائها في التربية بما يتناسب مع انتقال ابنها إلى فترة المراهقة ثم إلى فترة الشباب. ابن حضرتك في السن ده بينتمي إلى جيل اسمه جيل زد، دول مختلفين تماما عن الجيل اللي حضرتك نشأت فيه، فأنت حضرتك محتاجة معارف وأساليب جديدة تقدري تتعاملي بيها. يعني مثلا على سبيل المثال، ابنك مش هيقدر يتقبل كتير أو ان انت تقولي له اديني الحاجة اللي قدامك دي، لان هو متصور ان انت عندك ايد وهو عنده ايد، فهو متربي على ده. هل معنى كده ان انا بخلي الاولاد ما يكونش عندهم رأفة ورحمة بالاباء ولا بر بيهم؟ لا، بس انا بفهم الاهالي الاولاد دول فيهم ايه. أنا شايف إن الأهالي ينتقلوا إلى نوع تاني من التربية، وهي ما كان حضرة النبي يفعله. إن هو إيه اللي حاصل؟ إن ده كوبايتي وأنا أولى بحملها، إن أنا أروح أجيب الكوباية لنفسي لأن أنا الأولى بحملها. لدرجة إن الصحابة لما كان واحد منهم يقع الصوت وهو على الفرس والراجل تحت كان يستحي إن هو يقول للصحابي إديني الصوت اللي في الأرض ده. ليه؟ عشان نستني بسنة رسول الله. الأولاد لما يشوفونا كده هيتغير تصورهم عن أبائهم وأمهاتهم. أنا عايز أقول لك إيه؟ بطل الجمل المفيدة واستخدمي أداة طرح الأسئلة. ده هتلطف العلاقة بينك وبين ابنك. أنا مش ابنك اللي بيتصل بيا، أنت اللي بتتصلي بيا، فأنا طريقتي إن أنا أنصح حضرتك. الكمان أنا أخاف جدا جدا إن أنت تكوني عندك شوية المسألة البرفكشنست اللي هو السعي إلى المثالية، إن اللي هو عنده الانتقاد كتير والأحكام على الناس كتير. لو كان ده عندك أنت كمان تقللي ده. أما نصحتي لزوجك إن أنت لازم تدعم زوجتك، ولازم المواقف اللي تكون ما بين الأولاد إذا كانت مواقف يمكن تعدلها ساند زوجتك، وبعد كده كلمها على انفراد، ما تكلمهاش وتختلفوا قصاد الأولاد. ده مش هو ده المناسب خالص، وده مخالف لقانون العشرة الحسنة. الأمر الثالث، الأمر الأخير، إن ما ينفعش إن أنت تمتنع عن علاج زوجتك عشان حصل شيء أنت مش عايزه، لأن علاج زوجتك ده واجب عليك، فما ينفعش إن أنت تتهرب منه، لأن ده جزء من الإيه؟ جزء من فكرة الإطعام، إن هي عليها إن أنت تطعمها، وعليها إن أنت تسكنها، وعليها إن أنت تكسوها. فما ينفعش حتى لو انت داخل على الجواز من مدخل الحقوق والواجبات، وهو مش ده المدخل اللي انا بحبه. انا بحب المدخل اللي ذكره القرآن الكريم، مدخل السكينة والمودة والرحمة وكمان مسألة الفضل. فانت واجب عليك ان انت تعمل كده، امال هي هتجيب الفلوس منين؟ فاتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وحاول ان انت تنفق عليها عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك. مين معانا؟ استاذ احمد؟ ايوه يا فندم، احمد مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا استاذ احمد. ازي حضرتك يا دكتور؟ نعمه وفضل، الله يبارك فيك. الحمد لله، احنا بنحب حضرتك قوي يا دكتور، قوي 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 والله. الله يعز حضرتك وبننتظر حلقه حضرتك، والله كل يوم نسمع الحاجات الجميله الحلوه دي والله يا فندم. الله يبارك في حضرتك، اتفضل يا استاذ احمد. سؤال حضرتك مكون من الف وب، معلش انا اسف يا فندم حضرتك. اختياري ولا اجباري؟ والله حضرتك يعني اتفضل اتفضل. اللي تؤمر بيه حضرتك يا فندم. اتفضل يا استاذ احمد. الله يخليك. حضرتك انا كنت حاضر خطبه الجمعه
في احدى المساجد، وفوجئت بالخطيب على المنبر بيقول ان السيد احمد البدوي ما بقعش صلاه جمعه في حياته ولا حضر صلاه جماعه في جمعه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني لحضرتك، سلوكيات خطبه الجمعه، يعني انا بطلب من خلال حضرتك وفضيله الدكتور محمد مختار جمعه ان يكون خطبه الجمعه عن سلوكيات المجتمع زي ما كنا بنسمعها زمان يا فندم. انا عندي 70 سنه وكنت بسمع خطبه الجمعه زمان حضرتك، دايما خطباء الجمعه وفي المدارس وغير المدارس وخطبه الجمعه بيقولوا لان اللي بيحضر خطبه الجمعه مين حضرتك؟ الطفل ووالده ووالدته. صحيح. خلاص انا اجاوب على حضرتك يا استاذ احمد، وانا سعيد باتصال حضرتك. اول حاجه الجزء الاولاني اللي هو رقم واحد دوت ما يتعلق بالسيد البدوي، فلازم نعرف ان احنا عندنا من شروط وجوب الجمعه ان الشخص يكون صحيح. يعني ايه الشخص يكون صحيح؟ يعني الشخص ده ما يكونش مريض. فممكن واحد بسبب مرضه لا يصلي الجمعه بسبب مرضه، فهو اذا كان من اهل المرض فهو ممكن ما يكونش يجب عليه صلاه الجمعه لانه مريض. واحنا ايه اللي خلانا في كورونا بنصلي في بيوتنا؟ لان من شروط صلاه الجمعه ومن شروط وجوب صلاه الجمعه من الشروط الاخيره يقول لك الصحه والاقامه. يعني كمان المسافر، ما المسافر ممكن، ما لو واحد مسافر كل يوم بيسافر في حته مش هيجب عليه صلاه الجمعه. يبقى هو الوارد عنه انه كان في حاله مرضيه تمنعه من مساله الايه؟ من مساله الصف، من مساله صلاه الجمعه. الامر الثاني، نعم انا اضم صوتي لصوت حضرتك وبنحاول نجتهد في هذا السياق، ان السياق اللي عندنا يبقى سياق ماذا؟ سياق ان احنا نتكلم عن ترميم المجتمع. ترميم المجتمع امام السلوكيات غير ايجابيه، ترميم المجتمع من فقد الانتماء، ترميم المجتمع في عدم احترام الاسره كمفهوم مقدس في حياتنا، عدم كمان نرمم المجتمع في كثير من الشروخ اللي حصلت عندما تراجعت منظومه الاخلاق، عندما تراجع التمسك بالهويه. كل الكلام ده تراجع كمان الاخلاق الحميده، تراجع كمان ان الناس تحس ببعضها، تراجع كمان ان الناس تقف جنب بعضها لما يحصل ضغوط على الناس، الفردانيه اللي زادت علينا. فانا مع حضرتك ان الكلام ده في صلب عمل الدعاء وبصلب عمل الائمه، ويجب ان احنا نتكلم بشكل واضح عن تجديد وظيفه العالم، وده شيء صحيح. وان شاء الله انا شايف الدوره تسعى في ده، وان شاء الله جميعا نسعى عشان نقوم بهذه الوظيفه التي في الحقيقه اذا قمنا بها تمت الرشاده وتم الخير والبركه.